يعني شهانة مراسلنا أحمد صادق على الغزلة، وهي عن جد من الأكلات الفريدة بمدينة حلب. وهلأ رح نروح زينب لا محطتنا التالية. خلال الأيام المباركة بتكتر جمعة العيلة ولمة الناس، وخصوصا بكل بيت سوري، حتى بالأماكن العامة بتكتر هاي الجمعات وبتتصدر الليالي. أكيد كل صبية بتسعى أنها تكون لها أطلالة فيها جمال، فيها أناقة، فيها تميز، وهذا الشيء طبعا حسب قدرتها المادية. أكيد اليوم رح نختتم صباحنا لليوم مع الثنائي هاني صيداوي ومهند سيدة بمجال تصميم الأزياء، لنتعرف سوا على أبرز القطع اللي ممكن نعتمدها بهذا الشهر بزياراتنا وواجباتنا خلال هذا الشهر الفضيل. يسعد صباحكم ورمضان كريم. صباح خير. رمضان كريم. شلون ستايلنا اليوم نحن؟ كثير حلو، ملبقين النيلي وهيك عاملين بين بعض، كثير حلو. يسعد صباحكم. هاني رح نبلش معك. أوكي. ونبدا يمكن بهذا الوقت كثير من السيدات بتحب انه تتميز بالاطلاله تبعيتها، سواء كانت صحيح. بالبيت او حتى بسهره برات البيت. خلينا نحكي شو اللوك اللي ممكن تعتمده الصبيه او السيده. صحيح. هلا انا بحب اقول شغله بس، انه برايي يعني انه بكل مناسبه، هي ان كانت بشهر رمضان ولا عيد ولا اي شيء، اهم قاعده يعني برايي هي تكون السيده كثير مرتاحه بالشيء اللي لابسته. هي اول شيء، يعني بغض النظر عن شو المناسبة هي تكون مرتاحة بشو لابسة. هلا بالنسبة لشهر رمضان دائما يعني بتلاقي انه لازم يكون اللوك شوي فيه محتشم شوي تماما، وبنفس الوقت يكون عصري، يعني يكون قريب على الترند، او يعني مثلا يكون فيه شيء من الموضة العالمية. هلا ممكن هي تكون اكيد بلباسها الطبيعي اللي هو الجينز، ممكن يكون البلوز، وبنفس الوقت فيها تضيف عليه فستان مثلا يكون طوله تحت الركبة. وأكيد طبعا شفنا بالفترة الأخيرة هي قديش عم بتكون العباية أو القفطان كتير ترند بشهر رمضان. هدول هن موجودين بشهر رمضان، بس بشكل عام يعني عم نبعد عن الشغلات اللي شوي تكون أوفر. أكيد. مهند خلينا نحكي شوي، يعني هلأ الجو مثل ما شايفين لا برد ولا شوب ولا عفاني شيء، فخلينا نحكي عن الأقمشة كمان اللي ممكن ما تشوب السيدة كتير ولا كتير إنه تعطيها هي البرودة. خلينا نحكي عن نوعية الأقمشة المريحة والأفضل للسيدات. وهلأ شو الدارج؟ يعني كتير عم نشوف الشيفون يعني له سنين دارج، يعني كمان الناعم اللي عم بيفوت على البلوزات، فخلينا نحكي عن هلأ شو دارج. هلا هو الترند بين الشتاء وبين الصيف بالفصل الربيع دارج، كل شيء فلوي، كل شيء خفيف، مشان كل شيء رطب. كل شيء رطب تماما، مشان ما يفوت الواحد درجة على الصيف، ما دغري يبلش يصيفها فورا. الشيفون مثل ما قلتي، حتى الكريب، في كريب الرقيق اللي بيجي الناعم، حتى الدانتيل كمان كمان كثير ترند هلا، ومريح، يعني مريح للسيده كمان تلبسه بشهر رمضان او برا شهر رمضان. ونحن شايفين هلا اكثر من بالستايلات بشكل عام. اكيد، يعني يمكن قمايش متنوعه وفي قماشات مثل ما بيقولوا بيضل بقلب الموسم معينه، ما بتفقد زهوتها. يعني مثلا مثل الكتان بالصيف بنشوفه كثير دارج باعتبار انه هو قماش رطب على الجسم. وهلا عم بنشوف هذا الشيء دخل حتى بستايل العبايات او البشتايات اذا فينا نقول، اللي هو هي الاصناف اللي هلا صرنا عم نشوفها بشهر رمضان، كثير سيدات عم يتجهوا لها بلباسهم اليومي، يعني اللي وبالذات البشتايه اللي هي تيجي قريبة من قميص طويل أو شيء بتقدر تلبسه. ونحكي عن هذا الجزء من التصميم قديه اتجهتوا له أيضا كمان. تمام. هلا هو بصراحة العباية على مر العصور هي طورت كتير، ما عادت مثل أول، يعني صار إنه على حياتنا اليومية والعملية مثل ما قلتي، إنه صارت ممكن صار فيها تفاصيل كتير مثل البشتاية، مثل القفطان، صار ممكن يكون القفطان يلبس على سهرة، ممكن يكون البشتاية يلبس على الظهور اليومي، مشوار عادي. تمام. مع الجينز، مع البلوزة، يعني صار العباية صارت هي مو حصرا على شيء محدد. وكمان حلو بالموضوع انه هي كانت معروفة دائما باللون الاسود، نقول عباية نقول اسود، هلا عم نشوفها بالوان الترند، عم نشوفها بقماش جديد ومتنوع كتير للعباية. فهذا الشيء التطور اللي مرقت فيه كتير حلو، كتير عم بيكون عم نشوفه كتير بشهر رمضان، وحتى خارج شهر رمضان الصبية عم تستخدم العباية او البشتاية باللوك تبعها. والحلو انه شيء تراث ونحن عم نجدده، عم نعمله بمثل الوقت الحالي موديل. صحيح. مثل ما هلا نحن انتم لابسين. اكيد. شيء كثير حلو. عن جد. يعني نحن من شهاده مصممي ازياء يعني تمام حتى الالوان، نحن بدنا نعرف العالم عن شغلكم وعن كمان مين انتم
شو عملتوا بهالسن الصغيرة. رح نشوف هالكليب ونرجع نتابع حديثنا. يعني مثل ما تابعنا ممكن مجموعة كبيرة من الأعمال لكم وخط خاص اشتغلتوا عليه. خلينا نحكي شوي مهند، يعني اليوم قدرتوا تعملوا بصمة خاصة وبصمة بوقت يمكن الناس كلياتها أو حتى أي حدا بيتوجه لتصميم أزياء لمصمم مشهور، ولكن انتوا قدرتوا تدخلوا هذا المجال تعملوا بصمه كثير مميزه. اليوم نحكي عن هذا الشيء بظل فينا نقول كثير صار الانترنت كمان بديل للناس، صار واحد ممكن يختار لوك خاص فيه من دون مصمم ازياء، فانتوا قدرتوا تكونوا مصممين بهذا الوقت. صح، مثل ما تفضلتي السوشيال ميديا هلا صارت كثير عم تلعب بدور بالموضه وبشكل عام بالحياه. نحن الحمد لله ثبتنا لانه شيء مميز، شيء مختلف شوي عن ما تعودنا بتصميم الازياء هون بالشام، والحلو كمان انه سامبل وبنفس الوقت فيه هيك حركه بسيطه هي اللي مميزه القطع والشغل. طبعا يمكن هي البساطه هي اللي بتميز القطعه وحسب كمان الالوان. صحيح. شو الالوان الدارجه هي السنه انتم هيك خلال رؤيتكم؟ وفي كتير سيدات بيوقعوا بأخطاء كتير شائعة اللي هي الألوان اللي ما بتناسب بشرتهم أو ما بتناسب ألوانهم. خلينا نقول شو الألوان اللي بتناسب كل صبية كمان، خلينا نحكي يعني هيك الترند العريض لهالسنة. تمام، مثل ما قلتي هلا بالفعل هلا في ترند دائما بالألوان. هلا ترند الربيع والصيف 2019 هو عم بيكون متجدد بشكل دائم، هو ألوان الباستيل، النيود كلر، ألوان الترابية. اللون الأصفر هو كتير ترند، والازرق تماما نحن على الموضه اليوم. هي من الالوان اذا نحكي على ترند عالمي. هلا نحكي مثل ما قلتي هي اهم من الترند العالمي انه تكون الصبيه بيلبق لها هذا اللون، يعني شو لون بشرتها، كيف ستايلها، يكون اللون عن جد هو لابق لها، فهي فيها يعني تلحق الموضه العالميه، وبنفس الوقت فيها تسال ديزاينر انه انا حتى لو ما كان على الموضه فيها تاخذ شيء بيناسبها. صحيح صحيح، اكيد ما صرت تلتزم هي 100% شو هو الترند. صح، يعني دائما الصبايا بيسالوا اوقات هل كل شيء بالموضه بيلبق لي؟ في موضه معينه مثلا فتره درجه موضه الثمانينات، فتره السبعينات، هل انا بقدر البس هذا الشيء او لا؟ خلينا نحكي كمان عن هي الاخطاء اللي بيوقعوا فيها بعض الصبايا. ايه طب مثل ما كمان في ناس بتقول لك انه انا بدي البس هيك، طب هذا الشيء ما مناسب لك، ما بصير تلبسي هيك، مو لابق لشيء بالجسم، للون البشره، للون الشعر، لا في كثير شغلات نقط ما بتلبق. حتى احيانا لما بتلبس صبيه او ست شيء ما بيكون لابق لشخصيتها بتحسي في شيء غلط، ما بتحسي هو شيء مرتاحه فيه او هي نابع يعني شيء مثل منا، يعني ما بتحسيها بنفس الروح، ما بيشبهوا بعض. صح. ايه لا منوقع طبعا بهذا الشيء، نحن عم نحاول نصلح هذا الشيء، نحن عم نحاول بقدر الامكان انه نحن نبعد شوي الصبايا عن هذا الشيء. اكيد. هاني مهند، شو البصمه اللي اليوم انتم حابين تعملوها؟ خاصه انه مصممين ازياء سوريين ببدايه طريقكم، هل حابين انه بعدين تكملوا بخط ازياء يصير في عندنا
هوت كوتور بسوريا مثل ما بالبلدان المجاورة عنا، أو بصمة مميزة، شو حابين تعملوا؟ هلا مثل ما قلتي، أهم فكرة هي إنه عن جد نحن نطلع كسوريين، يعني نرجي العالم كله إنه نحن عنا بسوريا مثل ما فإحنا كثير مميزين بمجالات كثيرة، إن كان علمية ولا فنية ولا غيره، إنه حتى مجال تصميم الأزياء اللي هو ما كثير من زمان كان له عنا بالبلد صدى، إنه نحن لا في مصممين ازياء شباب. كان في مصممين من زمان خياطين كانوا يصمموا خياطة. صحيح تماما. صحيح صحيح. وما تتغير هي الفكره، تتغير فكره صحيح. الخياطه طورت. تمام تتطور، وانه نطلع على العالم انه في سوريين بيقدروا يعملوا بمجال صحيح. تصميم الازياء مثلهم مثل البلدان المجاوره او عالميا يعني أكيد. فهي اهم فكره عم نشتغل عليها هلا. اكيد يعني دائما نحن بنكون فخورين لما بيكون معنا شباب سوري يقدر رغم يمكن خلينا نقول الامكانيات البسيطه انه هو يطرح نفسه قدام الناس ويقدم شيء مهم. يعني تصميم الازياء هو ما له شيء ابدا يقول عن اي انتاج ثاني، لانه هو بصمه، وقدروا كثير دول بالعالم تتميز من خلال بصمتها. يعني باريس اخذت اسمها كمدينه للازياء من مصممين الازياء اللي موجودين فيها. بدنا نشكر وجودكم معنا مهند سيدا وهاني سداوي، شكرا لكم. شكرا لكم، وان شاء الله هيك فعلا بيكون لكم خط وبصمه بسوريا وتنطلقوا من سوريا للعالم. شكرا لوجودكم معنا، موفقين يا رب.